ينتظر مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم باسم قاسم اجتماعا مع اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات من أجل تفريغ اللاعبين ليبدأ تجميع المنتخب الوطني مطلع شهر أيار المقبل تحضيرا لملاقات المنتخب الفلسطيني وديا في ملعب البصرة. وأوضح قاسم أن الوقت ما زال مبكرا لإعلان قائمة أسود الرافدين لهذه المواجهة، مبينا أن تأخير أعلانها بغية منح فرصة أكبر للاعبي الدوري الممتاز من أجل إثبات الجدارة ودخول قائمة الوطني. وذكر أن التشكيلة ستقتصر على اللاعبين المحليين من دون حضور المحترفين.